بدل الحصة محاضرة والفسحة صار اسمها فراغ جامعي، مجرد سؤال مع حياة السنافر. الرحيم، كيف كانت حصة الساعة 8؟ هي أول حاجة محاضرة، الساعة 8 كانت محاضرة قسم هندسي، كانت مختلفة يعني عن المدرسة بكتير. حصة هي بالنسبة على فكرة محاضرة مش حصة. تاني إشي كانت كتير حلوة وممتعة. والله حصة محاضرة اسمها، خلصنا من الحصص من زمان يعني من ما يقارب أسبوعين. حصة الساعة 8 كانت حصة ممتعة، محاضرة ممتعة. هاد الأزمة، هاد الساعة 8 عاد أنا عندي أمرار الساعة 8 ومرار الساعة 12:30. هي محاضرة عادية، بس إنه تطلعي تصحي بدري، تيجي تطلع أحيانا إنه فيش المواصلات بتكون صعبة، وهيك بتروح بتلاقي الأستاذ أو الدكتور بادي في المحاضرة. هي اسمها حصة ولا محاضرة؟ محاضرة طبعا. إبراهيم، بما إنك سنة أولى، بصراحة استنيت جرس الحصص إيرين؟ لا طبعا. يعني أخذت على الجمعة على طول؟ آه الحمد لله. طيب الفسحة بالجامعة من الساعة قد ايه للساعة قد ايه بتكون؟ من الساعة 11 للساعة 12. ولا فراغ أكاديمي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عادي يعني نفس الشيء. مش فسحة يعني، في فراغ بين يعني المحاضرات على الساعة من الساعة 11 لل 12. يعني ما أخذ بالك إنه هو فراغ جامعي مش فسحة. طبعا. دائما بكون الفراغ الجامعي مش فسحة، هي فراغ الجامعي من الـ 11 للساعة 12. هي بشكل عام حسب الجدول. أما مش محدد وقت محدد، حسب جدولك. هي اسمها فسحة؟ هي أول حاجة فراغ جامعي. الفراغ الأكاديمي بيكون من الساعة 11 لل 12 اللي هو لكل الجامعة. حسب، أحيانا 11، من 11 لل 11 ونص. يعني أنت بتقول عنها فسحة مش فراغ جامعي؟ لا طبعا فراغ جامعي. طب أنت إيش عملت عشان الناس ما تعرفش إنه أنت صنفور؟ ولا شيء يعني، الملاحظ يعني كل السنة فيها أنا في الجامعة معروفين. والله ما عملت شيء، انفضحت يعني من أول يوم أسأل وين الحصة، وين الأستاذ، وين هذا. عانيت شوي يعني في الأول، مش بسهولة أجل إشي. بقيت أخذ يعني أكلم أصحاب اللي من الجامعة من نفسها يعني من قبل، أنهم يدلوني يعني، مش إني أروح أسأل هنا وهنا زي هيك يعني. حاولت أفهم كل أنظمة الجامعة، إن إيش بيحكوا، بدل ما يحكوا مقصف بيحكوا كافيتيريا، بدل الحصة محاضرة، بدل الفسحة على قولتك فراغ أكاديمي. قولنا تمسكش الجدول، إن أنا أكون ماسك جدول، شاب يقولي تمسكش الجدول لحسن يصير يضحك عليك من الكلام، دخليك على الجوال عزيزي. جيت على الجامعة قبل ما تبدأ الجامعة، تعرفت عليها وهيك، كنت يعني دائما أجي. تعرفت على المباني وتعرفت على نظام الجامعة أساساً، يعني بعمل حالي شاطر، بعرف كل شيء، بسألش على المباني، بسأل أختي. طيب لو ادتني مقارنة بين كتب المدرسة وكتب الجامعة؟ والله يعني كتب الجامعة أعم من كتب المدرسة. كتب الجامعة هي أكبر وأضخم، وكل كتب المدرسة مع بعض عن كتاب جامعة. والله هي في مقارنة كبيرة يعني، احنا في المدرسة مثلا كنا ناخذ الكتاب سمول. مقارنة كبيرة طبعا بين كتاب المدرسة وكتاب الجامعة. كتب الجامعة أكبر طبعا بكتير، وكله بيعتمد على الطالب الجامعي، أما كتب المدرسة بكونوا أحسن يعني وأصغر وهيك.